تخويف من المستقبل. الشيطان يعيدكم الفقر، يجيب لك الفقر بين عينيك، يجي يجعل لك ينسيك في الله عز وجل، ينسيك باللي ربي هو الرزاق، ربي هو الفتاح، ربي يرزقك من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب. تولي لربي، ربي ما يخليكش، لكن الشيطان يجيب لك الفقر، وهذاك الفقر يجيب لك الخوف، والخوف هذاك تولي تشوف روحك انت باللي هنايا راح تكمل حياتي هكذا. اذا واش يصرى؟ نخدم الحرام، لانه الحرام عنده واحد الفتنه. وشنو هي؟ انه الربح ديالو سريع وكبير، الفايده ديالو كبيره. الحرام شت انت تخدم كاميو بطاطا شحال تدي فيه؟ يدي فيه مليون ونص، زوج ملايين. تصور انت تخدم كاميو زطله شحال راح تدي فيه؟ تخدم ماشي كاميو، شلخه صغيره تدي فيه اكثر من 10 قناطر تاع البطاطا، تعب. وعلاش عليك بطاطا بيع كوامن؟ هاي ليك صغيره طاك 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 كفريتها، شت شحال يسهلها لك؟ علاش تعب روحك؟ علاش ظهرك طاك طاك وكفريتها؟ فيشبح لك وتلقى الفايده كبيره. الشيطان الان لانه جاب لك الفقر بين عينيك ونسيت باللي ربي هو الرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا نداء لكل خاوتنا والشباب تاعنا وخاوتنا، نقول لهم خاوتنا لانه ما راهم في دائرة الاسلام، اللي راهم يبيعوا المخدرات. تبيع انت واش راك خايف؟ خفت من رزقها؟ ورزق حرام انت راك تدير فيه، راك تقتل، راك تكون سبب في القتل، في السرقه، في الاغتصاب، في العقوق، كلها انت هو السبه. بهذه الحبه اللي راك تبيع فيها، تبيعها ولد في عمره 16 سنه تعطيله بعد اوفر دوز، يماه تقعد تبكي حتى تسنعمه، وانت راقد في الدار. ويقول لك الله انا من انا راني نبيع برك، راني نبيع. حتى انه في تسميه الامور بغير مسمياتها في شجره الخلد، واش يسموه الانسان اللي يكون يبيع ومن بعد يشري طونوبيل ومن بعد يبني ومن بعد يباه باباه ويماه الحج، يبداو يسميوه يعرف ينافيغي. يبيع المخدرات هذا واش هو ينافيغي؟ هذا يبيع المخدرات، يروح يجيبها ويجي ورا ويبيع، ما سموش ينافيغي، سميوه يبيع المخدرات. انت راك ترهج في الناس، فانت راك ترهج في الناس، هذا ما كان، راك تقتل في الناس، راك تبكي، راك تلق انت في الاسر. مهمة ديالك انت راك تخدم عند الشيطان، الشيطان موش يتعب روحه. او جا قال لك هيا تخدم عندي انت، هيا اخدم عندي انت، خدام موظف عند ابليس. علاش؟ لانه الشيطان الان يعيدكم الفقر، يجيب لك الفقر بين عينيك. رابعا الاستدراج، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يجيكش من الاخر، يجيك بلا عقل. اي واحد الان جالي مره مدمن المخدرات، انتحر، حاول الانتحار 5 مرات من عائله غنيه، هذاك النهار كي مضروب من المهم دار كاع ما ماتش. فالشاهد انه 5 سنوات هذه الحياه بائسه، كانوا عنده 200 مليون نشفى لها جبد لي هكذا 5000 و اسمه اوبيس 6000 اوبيس. قال لي هذا واش قعد لي؟ كانوا عندي 200 مليون، هاد ال 200 مليون سرقوا دار. قال لي سرقنا دار، كاسينا دار انا وواحد، ودينا لهم، ودينا 200 مليون صرفهم في 3 شهور، قعدوا له 6000. قال لي عندي غير 6000 هادو ما بيوضه. قلت له مسح انت علاش بديت؟ قال لي شبحها لي الشيطان مع الاول. قال لي ما فيها والو الدوخ وما تعرف، اشتدي الدوق وما تعرف، هذه هي اللي شبحها له الاستدراج. قال له بالعقل، يعني لو كان نشوفوا النهايه ونشوفوا البدايه ماشي كيف كيف. سبورتيف يدير سبور لاباس، منا عنده افاق، دارهم لاباس بهم، قادر يخدم يتزوج يجيب دراري. جا الشيطان قال له نسخسيك انت دوك هذه المعيشه كاع بالعقل. انا قلت لك دوق برك الحبه الاولى، اجبد برك الجبده الاولى، ومن بعد مع الاخر النهايه شوف النهايه وين خلاصت. فكل واحد فينا الان نروحوا للسجن، هاي ندخلوا للسجن ونحكوا النهايه، اروح وش بيك؟ الشيطان لعب هذه، قال لي مع الاول بيع، بعت مع الاول عطاني الفايده، ومن بعد خبى، زاد 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 زاد، ومن بعد خلاص، ومن بعد الرفده الاخرانيه 30 سنه حبس، ومن بعد قال لي قتل، ومن بعد 40 سنه حبس. والان هذا السجن، هذا سجن مع الاخر في الدنيا، ما في السجن تقدر تتوب، ما في السجن تقدر تتوب، تولي الله عز وجل، ربي يقبلك في جميع الاماكن. لكن المشكله تفطن في الاخره، تفطن كما قال الشيخ في القبر، تخبط راسك في الضاله تاع القبر وتفطن. وبعد راحوا ولاد حومه وصحابك واللي كانوا يقراوا معك، عبك وين راحوا؟ راحوا للصطاد، راح تلعب العشيه، مولوديات تلعب العشيه، راحوا هما للصطاد، دفنوك وراحوا للصطاد، وبداهم يغني وانت
راك في الآخرة، راك في عالم آخر، عالم الجزاء ومن بعد الحسابات. ما كانش العمل، كاين ما كانش العمل، كاين غير الجزاء، كاين الخلاص ومن بعد. فريق في الجنة وفريق في السعير. طول الأمل، الشيطان يجيب لك طول الأمل، يخليك تعيش، يخليك يفتح لك الآفاق باللي انت حتعيش انت حياتك، ما زالك صغير، ما زالك صغير، ويرجعك باللي خلاص راح تعيش، فيدير لك التسويف. فلما تجي تتوب تقول لا لا ما زال، ماشي هذا العام، اصبر دقيقة، في الصيف، خلي مور الصيف، رمضان، أنا في دوكا، ما تتوبش دوكا، والله غير خسارة كبيرة، لأنه الظروف كاع مهيئة. شوف، الشياطين مصفدة، أبواب النار مغلقة، أبواب الجنة مفتحة، المنادي ينادي، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، وفيها ليلة القدر. والمجتمع شوف كيش يتبدل، يعودوا فجأة الناس تولي الخير، والناس قاعد يتوبوا، والمساجد مفتوحة، ورمضان والصيام، وانت مازال كراسك يابس، واقف كما كان واقف بليس. لا لا، انا نزيد نروح للاخرانيه، انا يا الاخر وهي الطالب بالكمال. الشيطان يدير لك واحد التقنيه، يقول لك انا لا لا انا كي نحبس كلش. يقول له لا 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 لا, لا انت ماشي منافق، انا ماشي منافق زعما ندير هكذا ونديرها، انا يا وكان زعما نتوب 100%، يتوب 100%، غير وراه لو تايب 100%، ما كانش انسان يتوب 100%. فواش يصرى؟ يصرى هذه المثاليه، يخليه هنا او دار له ضوضانه داخل راسه، ويبدا يقارن. الشيطان يقول له لا 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 انت ماشي منافق، شوف هذاك او يدير هكذا، هذا راهو يغسل في الحسنات السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. علاش تخلي ربي يحاسبك على كلش؟ يحاسبك على الصلاه وعلى الصيام وعلى يدير ربي يحاسبك. انا الصلاه راني سلكتها، وهذه راني انسان ما يغلطش. دوك نحكوا احنا الان، رانا نديروا في الدعوه الى الله، تتصوروا بلي اي غلطه؟ شوف نعطي لكم مثال، والله يعني سبحان الله جات بالمناسبه. البارح درنا نشاط في الضراريه ما شاء الله، واحد انا كنت هابط، كان مازال ما ادنش، من عادتي انه نهبط للدار خاطر تكون بعيد على الجامع، ونصلوا في الدار جماعه والدراري وكذا، خلاص مازال ما ادنش اهبط للدار. واحد البارح في الـ في الـ في التعليقات، اظنه يسكن في الحي خاطر ماشي حومتي، لكن يعرفني، قال غير كيما المغرب يأذن، المغرب قريب المغرب هو جا هابط حبه وما صلاش معنا المغرب، ومن بعد دوكا زعما راهو يدير في الموضعيضه ويدير الباز، زاد كتبها بالعربيه، نعم بالي صقر، شو الباز، فهمتني؟ زاد يدير الباز، معايا؟ واش يصرى؟ يصرى شت انت زعما ما صليتش في الجامع، انا ما صليتش في الجامع هذاك النهار، انا غلط، وكي غلط واش معناتها؟ نرمي كلش؟ نرمي وكاع الانسان هذاك؟ ما كاش هذا الانسان. لذلك انت الان ما تقولش يقول له مثلا كاين الناس حتى في المسجد تقول له علاش ما تبداش تحفظ معنا القران؟ يقول لك حتى نحبس الشمه. واش دخل الشمه مع الاخر؟ هاك تشم، علاك تقرا برفع الشمه نتايا؟ نحي ارفع الشمه تاعك، راك تصلي وقت تحفظ قران، وبعد لا لا انا كي نصلي لازم نحبس له، لازم ندير هذا، لازم. وبعد يجي عند واحد يقول، حتى دوك خونا زكي كي راهو معنا في المنصه، كاين الناس يبدا يقول لك دوكا هو عادي كان في مخدرات وكذا، تاوعنا لي زوم زكي وجبد روحه، يولي يا ناس توبوا وكذا ما شاء الله. بصح دوك غير يبدا يقرب لربي يبداو لي لوب، اياه ويتكيف، منافق يا شفت كيفاش؟ ومن بعد راه مع الشيخ طار وفليسي كذا، ان شاء الله خير كبير، خير كبير. انسان هو يقدر يؤدي رساله، يؤدي رساله. كاين ناس كتبوا قال لك كيفاش ما يحترمش المشايخ يلبس لاكوست؟ واش يلبس قشابيه؟ واش لازم يلبس؟ علاش لازم نتبرمجوا باللي مجرد انه يجي نقولوا له لا ما تبهدلناش، نحيتو كاسكيطه، امشط فرقه، وقعد عاقل ودير المسك ولبس قميص بيض هكذا، ولا ختنو حنايا وين هذايا؟ خليه، هذا انسان كان. المهم قال هذا انسان كان في طريق ودوك راهو في طريق، جينا نحكوا على المخدرات. بالعكس نحنا نقولوا له بهذه الهيئه اللي راك بها، راك تمد رساله للشباب باللي ماشي مشكل تقدر تولي.